بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم أبنائي الطلاب في الدرس الثامن من دروس اللغة العربية للمرحلة الأولى ثانوي في فصل الدراسي الأول. موضوع درسنا هو عن الأفعال الناسخة. هذا الدرس من إعداد وتقديم محدثكم الأستاذ ناصر ابن محمد آل وذيح. أهداف الدرس: نهدف من هذا الدرس بإذن الله أن يعدد الطالب نواسخ الجملة الإسمية. ثانيا، أن يبين الطالب ركني الجملة الإسمية في اللغة العربية. ثالثا، أن يوضح الطالب أثر الأفعال الناسخة على الجملة الإسمية. رابعا، أن يوضح الطالب علامة الإعراب لركني الجملة الإسمية. وأخيرا، أن يوظف الطالب الأفعال الناسخة في التعبير الشفهي والكتابي، وهو ما يعرف بالتطبيق للقاعدة. تمهيد: في بداية كل درس لابد أن نمهد بما يناسب، وأمامنا الآن جملتان. عندما أقول حدد الجملة الإسمية من الجملة الفعلية فيما يلي مع ذكر السبب: الجملة الأولى: أنا الآن مشغول ببعض الأعمال. الجملة الثانية: حفظت قصيدة لشاعر جاهلي. عندما نريد أن نحدد نوع الجملة، هل هي جملة إسمية أو جملة فعلية، ينبغي لك أن تنظر إلى أول الجملة. عندما ننظر إلى أول هذه الجملة، أنا الآن مشغول ببعض الأعمال، نجد أنها ابتدأت بضمير منفصل، والضمائر المنفصلة تعد من الأسماء، فلذا نقول بأن نوعها جملة إسمية، والسبب في ذلك لأنها ابتدأت باسم وهو أنا، والأنا ضمير منفصل يعد من الأسماء. إذن لكي نعرف نوعها ننظر إلى أولها. الجملة الثانية: انظر إلى بداية هذه الجملة، حفظت قصيدة لشاعر جاهلي. عند النظر إلى بداية هذه الجملة نجد أنها ابتدأت بفعل ماض هو حفظت، فعند الإعراب نقول حفظ فعل ماض مبني على السكون، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. إذن ابتدأنا الجملة بفعل، فنعد هذه الجملة جملة فعلية، والسبب لأنها ابتدأت بالفعل حفظ. نخلص من هذا إلى أنني كي أحدد نوع الجملة ينبغي لي أن أنظر إلى بدايتها، فإن ابتدأت باسم صارت جملة إسمية، وإن ابتدأت بفعل صارت جملة فعلية. ما نوع الجملة التي تدخل عليها الأفعال الناسخة؟ تدخل الأفعال الناسخة على الجملة الإسمية، فلا تدخل على الجمل الفعلية. ما هي الحالة الإعرابية لكل من المبتدأ والخبر؟ نسأل هنا عن الجملة الإسمية التي لم تسبق بالأفعال الناسخة، بحيث يكون الأول منها مبتدأ ونخبر عنه بخبر. أخذنا في الدرس السابع أن الجملة الإسمية تتكون من مبتدأ وخبر كلاهما مرفوعان، فهما يلزمان الرفع، والمبتدأ يعد من أبواب المرفوعات، يعد باب المبتدأ من المرفوعات، والخبر كذلك يعد من المرفوعات. فإذا دخلت الأفعال الناسخة أو الحروف الناسخة لم تبقى على هذا الرفع، وإنما تتغير. إذن ما الحالة الإعرابية لكل من المبتدأ والخبر؟ نقول إنهما يلزمان الرفع ما لم يسبقا بناسخ، سواء كان فعلا أو حرفا. لنبدأ الدرس. ما هي الأفعال الناسخة التي تدخل على الجملة الإسمية؟
الأفعال الناسخة كما ترون كثيرة جدا، هي 1 كان، 2 ليس، 3 صار، 4 أصبح، 5 أضحى، 6 أمسى، 7 بات، 8 ظل، 9 ما زال، 10 ما دام، 11 ما فتئ، 12 من فك، 13 ما برح. إذن يبلغ عدد الأفعال الناسخة 13 فعلا. ما أثر هذه الأفعال الناسخة إذا دخلت على الجملة الإسمية؟ إنها ترفع المبتدأ، ولكنه لا يسمى مبتدأ، وإنما يصبح اسمه اسما للفعل، وتنصب الخبر ويسمى خبرها. سوف نقوم الآن بعرض تطبيقي لدخول الأفعال الناسخة على الجملة الإسمية. انظر إلى الجملة الأولى: الحدائق جميلة. الحدائق اسم في أول الكلام، لذا فإننا نعربه مبتدأ. وإذا نظرنا إلى الحدائق نجد أن نوع هذا الاسم جمع تكسير. جمع التكسير هو الذي لا يختم بواو ونون أو ياء ونون، لذا فهو يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة. وفي هذا المثال نجد أن الحدائق اسم في أول الكلام، فنقول مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه جمع تكسير. ماذا أخبرنا عن الحدائق؟ أخبرنا عنها بأنها جميلة، فيكون إعراب جميلة خبر للمبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وبذا يكون الحدائق مبتدأ مرفوع بالضمة وجميلة خبر المبتدأ مرفوع بالضمة. نأتي وانظر إلى الجملة الثانية: العاملان نشيطان. إذا نظرنا إلى الكلمة الأولى نجد أنها اسم. ما نوع هذا الاسم؟ نجد أنه مثنى. إذن اسم في أول الكلام نعربه مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. ماذا أخبرنا عن العاملان؟ أخبرنا عنهما أنهما نشيطان. نشيطان خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف أيضا لأنه مثنى. انظر إلى الجملة الثالثة: اللاعبون محترفون. اللاعبون اسم في أول الكلام، لذا نعربه مبتدأ، والمبتدأ دائما مرفوع، ولكن هنا مرفوع بالواو. لماذا رفعنا اللاعبون بالواو ولم نرفعها بالضمة أو نرفعها بالألف؟ الجواب لأنها جمع مذكر سالم، ونحن نعلم أن جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. ماذا أخبرنا عن اللاعبون؟ أخبرنا عنهم بأنهم محترفون. محترفون خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. نأتي إلى الجملة الأخيرة وننظر إلى الجملة الأخيرة: المخدرات مهلكات. عندما نقول المخدرات مهلكات، عندما ننظر إلى أول هذه الجملة نجد أن هذه الكلمة هي عبارة عن جمع مؤنث سالم. جمع المؤنث السالم يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة. المخدرات جمع مؤنث سالم، إذن نعربها مبتدأ مرفوع وعلامة رفعها الضمة. مهلكات خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعها الضمة كذلك لأنها جمع مؤنث سالم. بالنظر إلى جميع هذه الأمثلة نرى أن المبتدأ فيها مرفوع، ولكن العلامة تختلف فيها. فالعلامة في الكلمة الأولى
الحدائق مرفوعة بالضمة، والعلامة في الكلمة الثانية الألف، والعلامة في الكلمة الثالثة الواو، والعلامة في الكلمة الرابعة هي الضمة. نأتي الآن إلى هذه الجمل وندخل الأفعال الناسخة عليها وننظر ماذا يتغير فيها. عندما أقول الحدائق جميلة ثم أدخل عليها الفعل الناسخ فأقول أصبحت الحدائق جميلة، أصبحت الحدائق جميلة. ما الذي تغير في هذا الإعراب؟ الذي تغير كما تلحظون هو الخبر، بعد أن كان مرفوعا أصبح منصوبا، أما المبتدأ فلقد بقي على حاله لم يتغير، ولكننا لا نقول مبتدأ وإنما نقول اسم أصبح. إذن اسمها مرفوع بالضمة الحدائق، أما خبرها فهو منصوب بفتحة لأنه اسم مفرد. نأتي إلى الجملة الثانية، العاملان نشيطان. عند دخول الفعل الناسخ عليها نقول كان العاملان نشيطين. ما الذي حصل في هذه الجملة؟ نلحظ أن المبتدأ المرفوع بقي كما هو، ولكن لا نقول بأنه مبتدأ وإنما نقول اسم كان. نشيطان تغيرت الألف وأصبحت ياء، فإذا نقول نشيطين خبر كان منصوب وعلامة نصبها الياء لأنها مثنى. إذا ترفع العاملان بالألف لأنها مثنى، وتنصب نشيطين بالياء لأنها مثنى. فمعرفة العلامات الإعرابية لنوع الاسم مهم جدا أثناء الإعراب. اللاعبون محترفون، بعد دخول الفعل الناسخ تصبح صار اللاعبون محترفين. عند الإعراب نقول صار فعل ماض مبني على الفتح، فعل ماض ناقص مبني على الفتح، واللاعبون اسم صار مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، محترفين خبر لصار منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. ننتقل الآن إلى المثال الرابع، المخدرات مهلكات. بعد دخول الفعل الناسخ تصبح ما زالت المخدرات مهلكات. انتبه إلى هذه النقطة، نعلم أن المخدرات اسم لما زال مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وأخبرنا عن هذه المخدرات بأنها مهلكات، فنقول في إعرابها خبر ما زال منصوب وعلامة نصبها الكسرة. نحن نعلم أن الكسرة غالبا هي علامة جر، لكن جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، وهذا أمر ينبغي عليك أن تتنبه له. إذن ينبغي لك أن تعلم أمرين مهمين، الأمر الأول أن الأفعال الناسخة إذا دخلت على المبتدأ والخبر نسخت حكمهما، فيصبح المبتدأ اسمها والخبر خبرها. الأمر الثاني أن المبتدأ يكون مرفوعا ويبقى على حاله، ولكن الخبر ينصب. أخيرا ينبغي لنا أن نعلم أن العلامات الإعرابية لا تبقى على حال واحدة، فقد تكون علامة النصب الفتحة، وقد تكون الياء، وقد تكون الكسرة. لذا ينبغي علينا أن نعلم كل نوع من أنواع الاسم وعلامته الإعرابية المناسبة. تدريبات عامة، عندما نقول اختر الإجابة الصحيحة فيما يأتي، كان محمد متفوقا، متفوقا خبر لكان منصوب،
متفوقا خبر لكان منصوب. قبل أن نختار الإجابة الصحيحة ينبغي لنا أن نعلم أن كان وأخواتها دائما نعربها بأنها فعل ماض ناقص مبني على الفتح. لماذا هي تسمى أفعال ناقصة؟ والسبب في ذلك أنها تحتاج لما بعدها، أي أنها تحتاج إلى المبتدأ وتحتاج إلى الخبر كذلك. نعود إلى المثال فنقول: كان فعل ماض ناقص مبني عن الفتح متفوقا خبر لكان، أما محمد فهو اسم كان. واتفقنا على أن الخبر لا يبقى مرفوعا وإنما تتغير حركته فتصبح، وإنما يتغير إعرابه فيصبح منصوبا. ما علامة النصب لهذا الاسم الذي أمامنا؟ إذا نظرنا إلى كلمة متفوق نجد أنها اسم مفرد، والاسم المفرد يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة. إذن الإجابة الصحيحة هي الفتحة. بذا نكون قد أوشكنا على نهاية هذا الدرس، فنقول: تعلمنا اليوم أن الأفعال الناسخة هي كان وليس وصار وأصبح وأضحى، وهي هنا فعل ماض مبني على الفتح مبني على السكون، لأن الفتح لا يظهر على آخرها فهي مختومة بألف. أمس فعل ماض كذلك مبني على السكون، بات فعل ماض مبني على الفتح، ظل فعل ماض مبني على الفتح، ما زال كذلك، ما دام وما فتئ وما انفك وما برح كلها أفعال ناسخة يغلب عليها أن نقول في إعرابها فعل ماض ناقص مبني على الفتح، إلا إذا كان آخره ألف مثل أضحى وأمسى. تعلمنا اليوم أن الأفعال الناسخة تدخل على الجملة الإسمية فترفع المبتدأ اسما لها وتنصب الخبر ويسمى خبرها. هذا والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، ما اختلف الليل والنهار وذكره الذاكرون الأبرار.